بيحبطك بكيف يقول لك مشكله عشان هو انت لو الكوريه الفلان غالبا الريتن الفلان لدرجه ان هو بيقول لك الصح ان احنا نسميه كوريو او كورويدو ريتنايتس يعني مش كورويدايتس كوريو ريتنايتس كلهم جنب بعض فالانفلاميشن بيروح للريتنا ايجي كمان بيروح للفيتريس لو عايز خلاص كده خلاص طيب الكوريدايتس دي خلاص اقل شويه في الاهميه واحنا ايه اللي خلانا نلبس الكوريدايتس هي انه نوع كوريدايتس دي الدكتوره فينا من اليوبيايتس الديريو الانترنيتيو الديريو 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 انا فوت الاكسبيرينس بتكلم في جرانيولوم رقم 2 عندي وانا بعمل ريتر انفيشن بيكون ايه جرانيولوم اللي هي الديول لايك استراكشر صح كده طيب السؤال هل سبب الجرانيولوم دايركت انفيشن بالاورجانيزم ولا اقل شيء للتوكسنز بتاعته دايركت انفيشن بالاورجانيزم من شخصيا كده اللي يعمل الكلام ده ايه هو اشهر حاجه بتعمل جرانيولوم في التاريخ الحديث ايه تي بي بولوسيلا سيفيلس توكسوبلازما اي حاجه يا ست وادي جرانيولوم اقفل الباب لو سمحت اقفل الباب لو سمحت بيأثر على الريتنا اعصابه صح ولا بيضيق ايه؟ تمام
فالريتنا لما تتاثر يبدا العيان نظره يتغير ما يشوفش كويس. بالذات بالذات لو كان هذا الانفلاميشن في منتصف، لان لما يلهب منتصف الكورويد هيلهب منتصف الريتنا الشبكيه، وانت بتشوفي بالريتنا في منتصفها ولا مطرفها؟ في منتصفها. فاهم حاجه؟ اه تمام. يا عم يا عم افتح جامد دلوقتي الكورويدايتس ثلاث انواع بس خلاص. يلا يا احمد افتح على صفحه 8 كام؟ 85. الاكسيدتيف كورويدايتس اولا ما بيديش بيه، ثانيا بيدي فيجوال سيمبتوم.
دايما الانديفيدوال سيمتوم بيحصل ولا مش دايما؟ مش دايما. وكان مركز الكرويد انفكتد، مش الكرويد ده له سنتر وله بريفري؟ لما يبقى مركز الكرويد انفكتد تبقى مركز الريتن اقصاده برضه ملتهب او انفكتد. خدت بالك ازاي؟ يبقى فقط لو السنتر كان انفكتد الكرة طبعا. مش سيجنال ايه؟ مايكرو اوبسيا، ميتا مورفوبسيا، فوتو اوبسيا. خرب بيت اوبسيا دي، اوبسيا يعني رؤية، اوبسيا يعني رؤية او فيجن، اوبسيا يعني رؤية او فيجن. فلما اقول لك مايكرو اوبسيا يعني بيشوف الحاجات صغيرة، ولما اقول لك ماكرو اوبسيا يعني بيشوف الحاجات كبيرة، ولما اقول لك ميتا مورفوبسيا يعني انت قاعدة عدل يشوف قاعدة معوجة. فاهم قصدي؟ شفتي معوج ده او جاي على جنب كده. الريتن يا جماعه اللي بتشوف متلخبطه، بتشوف الحاجات اصغر او اكبر او معوجه. فوتو اوبسيا، اوبسيا يعني يشوف، فوتو يعني نور، بيشوف نور، عينه بتبرق، بيشوف برق جوه عينه، النور مضلم اهو، هنضلم النور، يحس بوميض او برق جوه عينه. خدت بالك قصدي ايه؟ طيب الكورويد لما يلتهب يرمي جوه الفطرس شوية كده ايه؟ انفلاماتري سيلز، شوية انفلاماتري سيلز. العيان يشوفهم ولا مش بيشوفهمش؟ دلوقتي شعاع النور جاي يدخل قابل عتانة كده، العتانة دي هتتشاف ولا هشوفها حتة سودة؟ حتة سودة. ترمي وراها ظل ويشوفها حتة سودة. طب الفطرس ده شيء يعني سائل، ما لقيتهاش؟ لا مش موجودة. أنا اتصرفت، خدت البروجيكتور بتاعه تحت بعد ما لفيت عند الناس برضه، لكن هي موجودة. ما لقيتش ولا لقيتش. هيشوف بس اسمع بقى عشان نخلص الحتة دي عشان صعبة. هيشوف العتالة أو النقطة دي سودة، هيقول عليها ماسكة. حد عارف ماسكة يعني إيه؟ تبان. نفس الوقت الفطرة السائل، فالحتة دي العتالة دي بتتحرك، فيسموها ماسكة. بوليتاندس يعني ايه؟ بتطير، الذبابه الطائره اللي اهالينا واجدادنا وكبار في السن بيشتكوا منها. يقول لك عشان حاجه سودا بتتحرك خالص، انا الشبك بتفشش، انا الشبك بتنشش، واخد بالك ازاي؟ فهو هيشتكي ده. يا النبي. سبحان الله يا اخي، حاجه غريبه جدا. سبحان الله. لسه ده حاجه فهو نظرا نظرا يا هشام لوجود الاكسيمنت ده والانفلاماتري سيلز دي، ترمي وراها ظل بس الظل بيتحرك فيقول عليها ماسكه بوليتاندس. او ساعات يسموها بقى فلوترز. ما هي هي فلوترز يعني ايه؟ السواد. لو الريتنا باظت يا عطيه يشتكي من فيجوال فيكتور. حته من الريتنا باظت يشتكي من فيجوال فيكتور. لو الريتنا كلها باظت ومركز الشبكيه باظ خالص، فيلير اوف فيجن ما يشوفش الهواء. تعالى يا دكتور اسمها كده قول تاني بقى. قول تاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا عندي ثلاث أنواع، إكسيديتف وجرانيولوميتف وطبيولوجي يا هشام يا سلطان. الإكسيديتف مفيش بين وفي فيجوال سيمتوم لو السنتر أفكتد. ممكن ما تذاكرش الفيجوال سيمتوم دي النهارده. كده كده هنتعرف عليها في فصل الريتنا كويس جدا. لكن لو عايزة مايكرو الحاجات صغيرة، ماكرو الحاجات كبيرة، ميتامورف في الحاجات معوجة، وفوتو يعني بيشوف نور. حط جنبها كلمة أوبسيا. مايكرو أوبسيا، ماكرو اوبسيا، ميتامورفوبسيا، و كمان ايه؟ وفوتوبسيا. في ديفكت مجال الريبوز وبعدين فيلي روفيشن ينتهي النظر خالص. الحقيقه انه لما بيحصل الكلام ده بيبدا يتكون له انفلاماتوري فوكس، يعني حته ملتهبه. الحته الملتهبه دي بتمر بمرحلتين. مرحله الالتهاب فيها اكتف، مرحله الالتهاب فيها هيلد او اتروفيك. مرحله التهاب فيها اكتف ومرحله هيلد او اتروفيك. افتح لي كده اقفل لي كده النور. دلوقتي عشان خاطر نفهم الكلام ده بدل ما نقعد نغني فيه ساعه ولا ساعه وربع، تعال نبص على الصوره دي. ده قاع العين، وده واحد عنده اكسيداتيف كورويدايتس. طيب طالما اكتف يبقى مبدئيا الريتنا فوقيها والفيترس كويسين ولا ملتهبين كمان؟ ملتهبين، دي حاجه ريسنت واكتف. ثانيا لونها مش فيرم. ثالثا حدودها ال ديفايند غير منتظمه، او مش غير منتظمه، غير محدده. دي
حتى لما واحد ايده في البيه وبتحمر كده بيقدر يحدد نهايه الحمار فين ولا كله بيبقى سايح في بعضه؟ سايح في بعض اهي، دي سايحه في بعضها اهي. عارفه انا هاجم الدايه دي؟ ده قاع العين اهو، يلو الديفاين والريتنا اوفر والفيتروس افكت تبدا تخف، يبدا يحل محلها فايبروز فبيخف خلاص بقت اولد او اتروفي. يبقى رقم واحد الريتنا والفيتروس كويسين هيلثي ولا تعبانين؟ ها؟ هيلثي وكلير وكويسين. رقم ويل ولا ال يا عم الحاج؟ ويل ديفاين خلاص هي ممكن تكون الريجولر لكن حدودها معلومه ولا لا دلوقتي؟ حدودها معلومه. ثانيا لونها يصبح ابيض لون الفايبروز. نقول تاني نقول تاني هتعدى عندي في المخيله كويس جدا، عايز جدول هتلاقي الكتاب شارحها تحت بعضها ما يجراش حاجه. الجدول بيقول ايه؟ ان في الاول في حاجه اسمها اكتف. عارفين الفرق بين اكتف؟ تعالى يا ست تعالى في مكان اهو لو هي اكتف يعني لسه في انفلاميشن وقلت اكتف 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 نشطه بتبقى يلو، بهيلد او اتروفيك بتبقى وايت، اكتف تبقى ال ديفاين، هيلد او اتروفيك تبقى ويل ديفاين، اكتف الريتنا والفيتروس افكتد، هيلد الريتنا والفيتروس كويسين ونورمال وهيلثي وزي الفل خف وخلاص. طب افتح النور. انا الصبح ما قلتهمش الحكايه دي، فاكرين حسب ذلك كان في حاجه اسمها الهيماتوجرافيا؟ اهي ده دراعه هو، دي حسنات في دراعه عشان بس ما تقوليش ايه دي عشان ده السؤال الشهير. واحنا علمنا علامتين كده خرجشناه خربوش كده صغير سايب اثر في دراعه بقاله شويه. ماشي؟ من اخر مره شرحت الكلام ده والاثر ده موجود لسه. تمام؟ افتح يا عم الطريقه. طب يلا يلا يا عم. تمام. كورويدايس يعني تهاب في الكورويد. تهاب في الكورويد. اكسوليتيف لو الرجي للتوكسين لسموم. جرانيولومتر لو الاورجانيزم نفسه، يعني ايه؟ التي بي يقدر يعمل اكسيديتيف وجرانيولومتر. الرجي للتوكسين بتاعت التي بي هايبر سنسيتيفيتي يعمل اكسيديتيف. الاورجانيزم نفسه وصل الكوريين يعمل جرانيولومتر. في نوع ثالث اسمه سبيوتيك. بتقول ايه بقى يا ايه؟ اللي هو الديفاين اللي هو الاكسيديتيف تمام. دي بتحصل لما بيكون في اتنا عشان الاتنا لا ده بالعكس بقى. ده هو علشان الكوريين فيه اكسيديت هيأثر على مين قصاده؟ الريتن. نعم؟ ده هو اصلا دلوقتي مفيش حاجه في الريترا، الريترا كويسه، ده صف الريترا، ده صف الكرويد، هو الكرويد اللي انتهى. الكرويد ده لازق في الريترا، اكيد هيلوب الريترا ايه؟ من الحب جامد وهتلتقي برخصه. فتبدا تدي الفيجوال سيجنال. لكن رؤيه على الاطراف هو اللي ملتهب، مش انت عارفه ان العين لها اطراف وسنتر؟ لو الاطراف هي اللي ملتهبه مش المركز، ده المركز اهو. يبقى الكرويد ملتهب والريترا ملتهبه، لكن في فيجوال سيجنال؟ لا، لان احنا بنشوف بايه؟ خدت بالك قصدي ايه؟ طب تمام. كل ده ما يهمنيش بقى من جد الحق، هو اخر ملاحظه في الصفحه اللي بتهمني. لو ان الكتابه بتاعت صفحه جديده. اللي هو ايه الفرق بين الكورويدايتس والايرينوسايكلايتس؟ بتيجي في الام سي كيو كتير جدا. بتيجي في الام سي كيو كتير جدا. بتيجي في الام سي كيو كتير جدا. انا هشرح دروس في اخر الفصل اقل اهميه شويه من الموضوع الرئيسي اللي هو الايرينوسايكلايتس. السؤال رقم واحد. ايه الفرق بين الكورويدايتس والايريدوسايكلايتس؟ او حد عارف فرق؟ الايريدوسايكلايتس كان فيها بين؟ طبعا. طب الكورويدايتس مفيش فيها بين. الايريدوسايكلايتس ده بعد ديمينيشن اوف فيجن صح؟ طب الكورويدايتس دايما ولا على شرط؟ على شرط السيمتر يكون افكتد. طيب هو الايريدوسايكلايتس مش كان بيحصل معاها جلوكوما عشان الاكسيوزيت اللي بيسد الريجولار ميشول؟ طب لو طلع من الكورويد اكسيوزيت هيعرف يسد الريجولار ميشول؟ ايوه ورا خالص يبقى مفيش جلوكوما. طب احنا كنا بنكتب الايريسايكلايتس اتروبين عشان يفك الالتصاقات بتاعه الايرس، هو هنا في التصاقات الايرس ده الكورويد اللي ملتهب، يبقى اذا الاهميه القصوى للكورتيزون ولا الاتروبين؟ الكورتيزون. اللاقات الاربعه كورويدايتس ديفر ان ايرايتس ان فور نو فور نو نو بين نو فيجوال سيمبتومز اكسبت في سنتر افكت نو سكندري جلوكوم نو نيد فور اتروبين. مين المهم هنا يا جماعه؟ كورتيزون. نو على مستوى السيمبتوم اللي هي نو بين نو كمان على مستوى اللي هي نو فيجوال سيمبتومز نو على مستوى كومبليكيشن اللي هي سكندري جلوكوما ونو على مستوى التريتمنت يا
هنحكم بيها كده اثنين سيمتوم، واحده كومبليكيشن واحده دي. بعد كده في موضوع ثاني اسمه اندوفثالمايتس، اكتب عليه مهم. اه ده مهم، اه ده ما نقدرش نتكلم فيه، ده مهم. اندوفثالمايتس، اندوفثالمايتس قصه واه. اندوفثالمايتس يعني التهاب قضيبي داخل العين. الدرس اللي بعده في الصفحه اللي بعده اسمه بالوفثالمايتس. يا حلاوه، اندوفثالمايتس از سبيوراتيف انترا اوكولار انفلاميشن، سبيوراتيف انترا اوكولار انفلاميشن، بس على شرط انه دو نوت افكت الاوتر كوت ولا الثيرو كبسول. طب ثانيه بقى، انت عارف يعني ايه اوتر كوت؟ عارف يعني ايه اوتر كوت؟ ليه؟ اوتر كوت اللي هو مين؟ كورنيا و سكلير. لو اتاخد سكلير يا هشام اصبح فيروس. الشرط الثاني يكون التينون نوت افكتد، تينون كبسول نوت افكتد. تينون كبسول يعني ايه تينون كبسول؟ للي ما يعرفش التينون كبسول ده غطا او كبسول هو الايريو سايكلايتس كان بتعمل جلوكوما لان الاكسيديت كان بيروح يسد الترابيكولار ايه؟ الترابيكولار مشول. اخدت بالك؟ لا مش هيسد الترابيكولار مشول. اخدت بالك ازاي؟ طيب تمام. طيب مفيش جلوكوما. لما اجي انا اعالج الكورويدايتس اديها اتروبين وكورتيزون، مين اهم الاتروبين ولا الكورتيزون؟ ثواني، هو مش الاتروبين في الايريو سايكلايتس كان بيقلل البين ويقلل السينيكيا؟ هو الكورويدايتس دي في مكانها اللي ورا فيها سينيكيا؟ سينيكيا يعني الايريس لازقه في حاجه، الايريس يعمل حاجه بتتداب ورا فيها بين؟ مفيش غير بين اصلا. يبقى هنا مين الاهم يا جماعه؟ هو الكورتيزون. عشان كده الفرق بين الكورويدايتس والايريبوسايكلايتس اربعه نوم. كورويدايتس نو بين، قلقات الاربعه نو فيجوال نص اكسبت سيمبر افكت نو سيكندري جلوكوما نو نيد فور اتروبين. مين المور امبورتنت يا جماعه في الحاله ديت؟ هو الكورتيكوستيرويد او الكورتيزون. بنقول تاني اثنين نو على مستوى السيمبتوم، هم اول اثنين نو على مستوى الكومبليكيشن اللي هي رقم ثلاثه، نو ثانيه على مستوى التريتمنت اللي هي رقم اربعه. اخدت بالك؟ اثنين نو على مستوى السيمبتوم، نو على مستوى الكومبليكيشن، ونو اخير على مستوى التريتمنت. يا جماعه ارجوكم اللي بيذاكر الموضوع ده يعني خلاص احنا كده خلصنا حاجات مهمه. انا هتقلل قصه شويه في الكتاب، هعمل ايه؟ ما ينفعش اقول ازاي تقول في الكتاب كده، هعمل بس الحاجات اللي انا قلتها ديت والباقي بيذاكريه او بيذاكروه براحته، بس ده الاساس. في مشكله كده؟ ادي حاجه. عندنا موضوع ثاني اسمه اندوثالمايتس. النهارده اول ما بدات الحصه انا قلت ان انا في اسبوع او في حصه اسمها البوائي والقطط، يعني هنقعد نشيل كده حاجات مواضيع كده في اخر الفصل ما نخلصش. طيب معلش بقى سامحيني، اكتبي على الاندوثالمايتس مهم، هو مكتوب عليه مهم. مهم هو طيب. يعني ايه اندوثالمايتس؟ اندوثالمايتس يعني قضيب داخل العين. اندوثالمايتس يعني قضيب داخل العين. ركزي معايا خالص موضوع. قضيب داخل العين. ماشي. كلمة endophthalmitis blindization is suburative intraocular inflammation. suburative يعني صديق. intraocular inflammation. خلاص جميل؟ suburative intraocular inflammation. جميل.
افكتنج اول انترا اوكلا ستراكشر كل طبقات العين ما عدا الاوتر كوت والتيرم كابسول بالراحه بقى. بيقول لك ان كل العين متاثره ما عدا الاوتر كوت اللي هو كورنيا وسكين وحاجه اسمها التيرم كابسول. ايه اللي هو اسمه بتاع ده؟ ايه اللي اسمه تيرم ده؟ التيرم ده غشاء او غطاء او كبسول بياخد سكريره من اولها الى ايه؟ الى اخرها كده. ده اسمه التيرم كابسول. ده مش كده وبس، ده الافترض ان دي كمان عضلات. ده عضلات اهي ماسكه في الايه؟ ماسكه في العين. افترض ان في عضلات ماسكه في العين، تقوم العضلات دي كمان يقوم التيرم مكمل ومغطيها. يقوم التيرم مكمل وايه؟ ومغطيها. يقوم التيرم مكمل وايه؟ يقوم غطيها. خدت بالك الدنيا ماشيه ازاي؟ التيرم والاوتر كوت مش متاثرين، لانهم لو اتاثروا هيبقى المرض اللي اسمه بانوس هلمايتس. ثانية واحدة كمان لحظة كده، كمان لحظة هنتكلم عن حاجة اسمها بان اوفسال مايتس. أقول والله الفرق ما بين البان اوفسال مايتس والان وان يعني تدخيل. ان يعني تدخيل، بان يعني كله 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 كله، بان بان دندمك بان بان. فالفرق هنا الاندو الذهاب جوه العين والايرز مش عارف ايه وكده، بس واخد الكورنيا والسكريره او الكيرون كبسول؟ لا، في البان واخدهم. هتلاقي اللحظه دي مكتوبه عندك في الاول ان دي اهو، ان الاوتر كور والكيرون كبسول ار نوت افكتد ان اندو سامايتس. ولو افكتد اصبح اسمها اندو ولا بانو سامايتس؟ بانو سامايتس. جميل. ايه سبب الكلام ده؟ هي يكون الكلام ده اكسوجينوس او يكون الكلام ده اندوجينوس. انفكشوس ونون انفكشوس يعني ايه؟ ممكن يكون السبب انفكشن، ممكن يكون السبب مش انفكشن. تيجي نبدا بمش انفكشن الاول. مش انفكشن ازاي؟ زمان ابراهيم كانوا بيلبسوا الجونديات، والجونديات كان فيها باودر كتير جدا. فيخلص العمليه يوقعها بعد ما يخلص شويه باودر جوه عين العين. جميل. يطلع العيان بعد العمليه الباودر ده عامل له التهاب شديد جدا جوه عينيه. بس هو ده مكروه ولا سترايد انفلاميشن ده؟ سترايد كاتب لي كده جلاف باودر، جلاف باودر. جلاف هقول لك على حاجه ثانيه. حاجه ثانيه اعتقد ما كتبتهاش انا في المذكره. واحد اتخبط خبطه جامده جوه العين، في حاجه اسمها عدسه العين. عدسه العين دي لها كبسول، الكبسول اتقطع. فقامت اللينس ماتر الفايبر اللي جوه البروتينات اللي جوه عدسه العين وقعت جوه العين. تعمل التهاب شديد جدا، صح؟ كده انا بيتهيألي سؤال، هي اللينس ماتر دي انفكشن ولا دي حاجه نون انفكشن؟ حاجه نون انفكشن. خدت بالك؟ فده تخيل بطل انفكشن او سبرايت اللي طيب. لكن الانفكشن يا اكسوجينوس يا اندوجينوس. تعالي ناخد الاندوجينوس. تعالي ناخد الاندوجينوس. ايه الاندوجينوس؟ ايه المشكله؟ اندوجينوس واحد حضرتك عنده مرض شديد جدا قلل له جهاز المناعه خالص. وبعدين بدأ تتكون سيمبت فوكس في جسمك، اوستيومايلايتس او تي دي او اي حاجه. وعن طريق تيار الدم الاورجانيزم وصل لداخل العين، للعين نفسها. فالمناعه قليله جدا والالتهاب عمل او الالتهاب عمل او الميكروب عمل التهاب شديد جدا جوه كل طبقات العين. ما عدا طبعا الاوتر كوت يعني. يبقى ده اندوجينوس، ده اندوجينوس. الناس اللي مناعتهم ضعيفه، حاجه بلاد بورن، حاجه جايه عن طريق الدم. هيماتوجينوس. الاكسوجينوس الحقيقه ان هي الاشهر. اكسوجينوس يعني ايه؟ الصديد اللي جوه العين اللي اسمه اندوبسالمايتس ده، الصديد اللي جوه العين اللي اسمه اندوبسالمايتس ده سببه وصول الاورجانيزم من خارج الجسم الى داخل الجسم بتاع المريض. ازاي؟ تروما. جبت سكينه خرمت عين الراجل الطيب ده، والسكينه ديت كان فيها ميكروبات وحاجات كده. دخلت بقى انا دخلت ميكروب من بره. اخدت بالك ازاي؟ ادي واحد. وللاسف الشديد جدا ان ممكن اللي يدخل ميكروب هو الدكتور نفسه. ودي اخطر مشكله. ازاي؟ انا جاي اعمل عمليه لعيان جوه عينه، عنده حاجه جوه عينه اعمل له عمليه. طب انا شغال بدات ادخل الميكروب جوه داخل العين، انا نفسي ازاي؟ ما كنتش متعقم كويس، الممرضه مش متعقمه كويس، اوضه العمليات اللي بعمل فيها تعقمها مش كويس. دي بيسموها بوست اوبراتيف اندوكسالمايتس. ودي شكلين. اكيوت بوست اوبراتيف اندوكسالمايتس. يعني ايه اكيوت بوست اوبراتيف اندوكسالمايتس؟ يعني بعد يومين ثلاثه من العمليه. طب انت العمليه النهارده طلع العيان من اوضه العمليات يومين ثلاثه بدا يخش في الالتهاب الصديدي اللي داخل العين ده. واضح ان الاورجانيزم اللي سبب القصه دي اورجانيزم قوي. ستافوريوس، بروتيوس، سودوموموس، انت بتتكلمي في ايه؟ في ناس محترمه وعمالقه يعني. وممكن يكون كرونيك
كرونيك بوست اوبرا في الاند اوف سام لايف لو ياخد وقت ممكن يقعد سنه على ما يجيله الحكايه دي. ميكروب ضعيف، ميكروب ضعيف اسمه بي اكني، بروبيوني بكتيريوم اكني، بي اكني او ستريبت فيريدنس او ستاف ابيدرميدس. ستاف ابيدرميدس مش ستاف اوريوس، ستاف اوريوس قويه جدا وبتعمله اكيوت ولا كرونيك؟ اكيوت. انما ابيدرميدس وحاجه اسمها بي اكني مكتوبه كده عندي بي اكني صح؟ بروبيوني بكتيريا، بروبيوني بكتيريا مش عارف سمعت عنه ولا لا، بروبيوني بكتيريا اورجانيزم معين فاهمه المفروض ان هو كونفنسل يعني المفروض ان هو يعني على الجلد كده بتاع الجلد وبتاع دخل ومناعه العيان بدات تقاومه في التقاوم تقاوم لسه ما قعدش يعمل مانيفستيشن غير لما عمل مانيفستيشن كان وقت طويل جدا من طلوع العيان من اوضه العمليات وحتى ما يعمل مانيفستيشن مش هيعمل سيفير مانيفستيشن يعمل مايل مانيفستيشن. يبقى نقول تاني عشان احنا احتفلنا كده انا بتكلم كده في حاجه اسمها اندوسالمايد. اندوسالمايد دي معناها ايه؟ معناها وجود صبيله في الانتراوكولار انفلاميشن صديد داخل العين او ده صديد داخل العين. ده معناه ان كل الانتراوكولار زق جامد كل الانتراوكولار ستراكشرز ار افكتد ما عدا مين؟ ما عدا الاوتر كوت والكورنيا والسكليرا والبيرل كبسول دول نوت افكتد. جميل جدا. لانهم لو افكتد اصبح اسمهم ايه؟ يا احمد بان مش اندو. هنقول النهارده برضه ان شاء الله بان اصبح اسمهم بان مش اندو. اللي يعمل الكلام ده يا انفكشن يا مش انفكشن. مش انفكشن زي البلاك باودر، انفكشن من بره او من جوه، من جوه اندوجينوس بلاد بور، واحد مناعته قليله، طب من بره؟ تروما او انت بقى كدكتوره اللي دخلتيها دي بتبقى كارثه، افيوت بوست اوفر في اند اوف سلمايتس او كورونيك بوست اوفر في اند اوف سلمايتس، العيان داخل يعمل عمليه عشان نظره اتحسن. كان داخل بيشوف متر اصابه دكتورة وفاء، المفروض يخرج يشوف 6 6 6 9 لا خرجتيه ما بيشوفش حاجه خالص، شوفش غير حاطط الايد كده اصابه. يعني نظره اتحسن ولا اتدهور؟ اتدهور قضيه بقى وهتروح 60 ده. طب تمام. العيان ده ككلينيكال بيكتشر كسيمتومز ثواني دي بتقول ان ده التهاب داخل العين. يعني واخد معاه الايريس والسيريا ليمودي والكوروي صح ولا متهيأ لي؟ فهو بالظبط نفس السيمتومز بتاعته الايريس والسايكلايتس عشان ما تضربوش نفسك. بس على سبيل يعني ايه؟ يعني بيل ولاكريميشن وفوتوفوبيا وبليفروس بازم وليمينيوشن اوف فيجن بس على ايه؟ على سبيل على اشد شويه. ايه بالظبط؟ سيفير بين وسيفير دايمنيوشن بين. طب كساين زي الايريوسايكلايت بالظبط. ما هو يا عبد الله عنده ايريوسايكلايت احنا درسناها ليه؟ ما هو عنده ايريوسايكلايت وكرويدايتس كجزء من الالتهاب اللي داخل العين. كساينز نفس الكلام بالظبط كل حاجه. يعني لو صياد نظر هتفيد الكلام ده كله ليد ايديما وسيريالي انجكشن وكيفيز وهايبو بيود كده وبيوب الكونستريكت كل الكلام ده ايه الجديد؟ ايه الجديد؟ واخذ نيو الجديد ان الفيتراس منتهي مش الفيتراس ده جوه العين؟ فالجديد ان انت لما تيجي تبص في عينه هتلاقي مديكي بدل لون احمر لون اصفر. ايه اللون الاحمر ده؟ احنا حضرتك لو بصينا في نن العين بتاعك بنور قوي النن اللي هو بيوب يديني لون احمر اسمه ريد ريفليكس. كلنا لما نيجي نصور في الصور ونضحك كده ونضحك كده وتلاقي النن ايه؟ بيدي ضي احمر كده. هو هنا مش هيدي ضي احمر هو هيدي ضي اصفر. ضي اصفر لان في ايه جوه الفيتراس يا جماعه؟ في باص انسايد ذا فيتراس ذير از فيتريس ابسس. يبقى خلي بالك الحته دي مهمه جدا ان ريفلكس يلو يلو ريفلكس مهمه جدا. يبقى هي ساينز زي الايرو سايكلايتس الجديد اليلو ريفلكس الجديد اليلو ريفلكس صديد داخل العين هوريك شكلها دلوقتي. مصير الكلام ده ايه؟ بصي مصيره يتحول من اندو الى فان يعني يسور او العين تبوظ خالص وتضمر. يعني الصديد ده يتحول لفايبر سبيش ويدمر العين من جوه فتضمر وتكش اتروفيا او يخف مع العلاج. التسلسل ده مش مكتوب اعتباطا يعني اللي كاتب الكلام ده مش كاتبه اعتباطا يا اخوانا مش كاتبه اعتباطا. يعني ايه مش كاتبه اعتباطا؟ يعني هو رقم واحد هيسوق بانو في صلمية. رقم اثنين برضه هيسوق هتخش بحاجه اسمها ايه؟ اتروفيا بلباري وعينه تكش وتبوظ. احتمال بقى قليل انه يخف. اخدت بالك انا بقول ايه؟ كيور وستريتمنت. طب ايه العلاج؟ خلي بالك جاب لهم الدكتور علي عبد الرازق السنه اللي فاتت كيسه كده جاب لهم قال لهم والله عيان عمل عمليه ميه بيضاء كنا قايل لنا يعني قايل لنا اخر السنه وفاجعنا وبتاع. يقول لك عيان عمل عمليه ميه بيضاء وخرج بعد العمليه متحسن جدا نظره 6 9 وبعدين بعد يومين ثلاثه من الكلام ده بدا نظره يسوء وبدا يحس بوجع شديد ونظره وصل هاند موفمنت وبصينا في قاع عينه لقينا يلو ريفلكس خلاص.
بابا المدام قال لي جاله الديكس خلاص جاله ايه بعد العمليه ده يا جماعه؟ جاله ميكروب على بال ما يشتغل كده ويلعلع كان بدا يعمل مانيفستيشن على اليوم الثاني او الثالث لا في يلبس توبر ده بينضف صماني فبنعالجه ازاي؟ بص بيتراليزيشن مستشفى مفيش فيها هزار بيتراس وايكوستات عينه من بيتراس وايكوست ركز خالص انا ما بتكلمش عن حاله بسيطه انا بتكلم عن حاله ايمرجنسي حاله ايمرجنسي واللحظه هتفرق مستشفى فيتراس ويكوستات عينه من الفيتراس وميليكوس عشان نوديها تتحلل في معمل مايكروبيولوجي انتي بايوتيك دلوقتي مش قلنا احنا غالبا نديله كروب فاحنا نديله انتي بايوتيك بس خدي بالك بقى هم لما عملوا دراسه احصائيه كده كويس يعني لقوا انه العيان اللي هيحدد اسلوب علاجه هو نظره يعني ايه؟ يعني لو كان نظره هاند موفمنت فيما احسن اتش ام دي يعني هاند موفمنت يعني ايه هاند موفمنت؟ بصي يعني بدأ يشوف حركة الإيد بس. حركة الإيد بس، ده حركة الإيد لك واحد جابرين أقل من الهاند موفمنت حاجة اسمها دي ال بيرسبشن أوف لايت، يعني ما بيشوفش حركة الإيد بس بيشوف نور الكشاف. ما تطلع له الأوضة كده وتولع له التورش أو الكشاف اللي في إيدك يشوف النور، يا ريت! لأن في أسوأ من كده حاجة اسمها نو بي ال، نو بيرسبشن أوف لايت، يعني لا يرى النور إيه؟ لا يرى النور مطلقاً. لا يرى النور مطلقاً. فهو قالك اذا كان هاند موفمنت تديله مضاد حيوي. ان كان بيرسبشن اوف لايت تعمله فيتريكتومي. ان كان نو بيرسبشن اوف لايت يتحرق بجاز انفيزيليشن. بالراحه بقى. ودلوقتي لو هاند موفمنت يعني يرى حركه الايد تديله مضاد حيوي. والدافريت هات جوه العين. يبقى احسن طريقه واهم طريقه ان المضاد الحيوي يوصل جوه العين ايه؟ حقنه جوه العين. اه والله. انتروفيتريال انجكشن اوف انتيبيوتيك حقنه جوه العين ده ما يمنعش ان انا ممكن اديله المضاد الحيوي ده سب كونجنكتيفال يعني حقنه تحت الكونجنكتيفال ما يمنعش ان انا اديله توبيكال ما يمنعش ان انا اديله سيستميك ركزي بس معايا انا هديله مضاد حيوي بكل الطرق بس اهم طريقه هي الانتروفيتريال اعتقد انها اول حاجه عندك حط عليها على الصفحه دي اهم طريقه ولا الالتهاب جوه العين فلازم اوصله المضاد الحيوي جوه العين بس برضه مش هعتقد ده انا عايز بصي يعني معلش كده عايز اعبيه مضاد حيوي يعني عايز اعبيه سيستميك يعني حقن مضاد حيوي ماشي قطرة وقطرة مركزه كورتيفاي ماشي سب كونجنكتيفا ماشي اديله مضاد حيوي بكل الطرق بكل الطرق لكن اهم طريقه يا عبد الله طبخه هي الايه؟ هي الانتروفيتريال انجيشن عندك في الكتاب بتاع القسم اسماء وجرعات انت مش مطبق الكلام ده خالص يعني مثلا اشهر مضاد حيوي بنديه اسمه فانكومايسن كفايه ده مثال وخلاص ومش مهم تركيز بانكو ميسين اتفضل مع بعض ولا ممكن لا لا ده المضادات الحيويه المكتوبه ممكن بنديها مع بعض بيسموها ايه سينرجيزم يعني احنا اكتر حاجه بندي حاجه اسمها بانكو ميسين وحاجه اسمها سيفتازيدين سيفتازيدين ده اللي هو الفورطه سمعت عنه في كيفالوس بول خلاص سيفتازيدين اسمه كده تمام بيتاخدوا مع بعض فلات حقنه فيها 1.1 مللي من ده 1.1 مللي من ده يعني فعلا نحط عليها خلطه من ده من تك تك ماشي الحال جوه العين ده لو ده حلو قوي ده حالته حلوه جدا يا الحمد لله هاند موفمنت طيب لو بيرسبشن اوف لايت لو بيشوفوا النور بس اكتشفوا ان المضاد الحيوي مش هيجيب نتيجه لوحده يعني مضطرين نعمل ايه في الخراج اللي جوه الفيترس ده نشيله. ده اكتشفوا ان لو نظر بيرسبشن اوف لايت لازم نشيل الفيترس واحنا مش بنشيل الفيترس دلوقتي ده الفيترس جواه ايه دلوقتي؟ معبي ايه دلوقتي؟ معبي صديد فانا لازم اشيل الفيترس والصديد اللي جواه. ولو نوع بيرسبشن اوف لايت اكتشفوا انه مش هيستجيب خالص. والحل الوحيد فراغ العينين. انفيزيليشن. انا هوريكم النهارده ان شاء الله في اخر حصه عمليتين بس اللي قلبه جامد يعني. عملية اسمها انقليشن وعملية اسمها انفيزيليشن. بس مش دلوقتي عشان عندي تمشي. بس ركزي عشان خاطر ما تلخبطيش. انقليشن يعني ادي العين وادي الاوبتيك نيرف. اجيب مقص واحط الاوبتيك نيرف ده كده. واستقصر انا بقيت العين. ده كده انقليشن. صح؟ انفيزيليشن يعني ايه؟ انفيزيليشن يعني ادي العين اهي. وادي الاوبتيك نيرف اهو. انا اجيب الكورنيا دي اشيلها وراح جاي منظف كل اللي جوه العين يبقى وقفت العين على الاسكليرال واحنا بنعمل ايه في خراج؟ خراج لو عندي خراج في ايدي او في رجلي بعمل ايه؟ بفتحه وانظفه صح؟
صح ولا مستقصر رجلي حته من رجلي؟ بس صح دلوقتي الاندوبسالماينز ده صديم جوه العين، كان العين فيها ايه؟ خراج. اعمل لها افيزيريشن تفريغ ولا استئصال؟ افيزيريشن تفريغ. افتح الكورنيا ولا انظف انظف انظف؟ تجي في البالغ. انت فيش هيستفيد ايه؟ ما خلاص ما مش هشوف، ما حدش قال ان هو يجي يعمل عمليه عندك وتعملها له تحت بير السلم ويخش في الاندوبسالماينز. اول عمليه بيتعلمها النايم بتاع قسم الرمد هو اعطاء حقنه مضاد حيوي داخل العين، اندوبيتريال انتي بايوتيك. تاني عملية بيتعلمها بعدها بشوية هي تفريغ نفس العين اللي أعطاها مضاد حيوي داخل العين. والله ما بهزر، دول أول عمليتين بنعملهم بجد مش برضا. نسبة الاندوبسالماينز في العالم قليلة جدا، مش عارف 5 من 10,000 حاجة كده. للأسف في المستشفيات الحكومية، مش عشان إحنا والله مشكلتنا إحنا جنبنا خالص، ممرضة بالجديد جاية بتعمل طعمية في وقت العمليات، تلاقي بتبان كده. طبعا ده مش في المستشفيات الخاصة خالص، يعني مفيش ضمير منعدم، روح يتعقم روح تشطب في إيديها وتيجي. واخد بالك ازاي؟ راح تخسر فحوم بالدنيا. وهي كله برضه المفروض دكاترة تتابع الكلام ده، المفروض احنا نتابع الكلام. المهم يعني مرة والله العظيم مرة مرة بس دي خارجة عن إرادتنا بقى. مرة كان في فترة مش عارف طلبتها ولا لا، كان في محلول من اللي بنشتغل بيه جوه العين لطف كده ملوث يعني، فترة كده من 5 سنين ولا مش عارف والله. ايه؟ وحتى كانوا في اسكندريه رفعوا قضيه وكلام كده المدينه دي بتاعت الدم. المدينه دي حاجه عادي يعني. المهم لسه دخل 8 حالات خرجوا 5 عندهم اندوبسالماينز. صح يا دكتوره ساره؟ فاهم تمام يعني. ادي يا ستي الاندوبسالماينز. بانوبسالماينز. بانوبسالماينز. واحنا بنقول بانوبسالماينز كان راجع على حاجات من قلناها انت بقى. يلا يا عم يلا يلا بص يا سيدي دلوقتي حاجه اسمها فانوبسالمايت. فانوبسالمايت يعني صديد جوه العين وخد كمان الاوتر كورد، يعني الفرق بين الاندو والفان حاجه بسيطه. الاندو مش مأثره على الاوتر كورد، يعني الكورنيا والسكليرا كويسين، لكن الفان مأثره على الكورنيا والسكليرا. الاندو مش مأثره على حاجه اسمها تيلون كبسول. تيلون كبسول ايه؟ تيلون كبسول اللي هو بالازرق ده، تيلون كبسول ده كان مغطي السكليرا من اولها لايه؟ لاخرها. المغطي السكليرا من اولها لايه؟ من اولها الى اخرها. من اولها الى اخرها. ده ما كانش متاثر في حالات الاندوسكوب في البانو الاصلي. طيب يبقى بالنسبه للديفينيشن يبقى البانو سبمايز ده حضرتك سبيوراتيف انتراوكلر انفلاميشن افكتنج كمان الاوتر كوت والتيلون كبسول. الاسباب هي بتاعت الاندو هي يعني كان البانوبسالمايتس يا جماعه مرحله اخطر او حرق حاجه اخطر شويه. اخدت بالك؟ السيمتومز هي بطمور سيفير، واهم حاجتين في السيمتومز كانوا ايه؟ البين والفيجوال ايه؟ لوس. بطمور سيفير. طيب الساينز هي بس ايه الجديد بقى؟ بص بقى، مش احنا قلنا ان الاوتر كود افكتد؟ فلما الاقي كورنيا الابسس خراب في الكورنيا يبقى انا بتكلم عن مين؟ اندو ولا بان؟ كورنيا الابسس يبقى بان. طيب مش قلنا التيلو كبسول افكتد؟ وقلنا ان التيلو ده مكمل على العضلات. بص اللبس اللي انا لابسه ده جوه مغطي جسمه مكمل على دراعاته. التيلو عامل كده وخبط تسكيليله مكمل على العضلات اللي ماسكه فيه. فتلاقي حركه العضلات في البان بسالمايتس ليميتد. مدى العضلات بقى خاصه بيه؟ اصل العضلات مغطيه بايه؟ التيلو كبسول. والتيلو دلوقتي ايه؟ ملتهب. يبقى فيه ليميتيشن اوف اكسترا اوكلر ماسل موفمنت. اي او ام. اي او ام ده بتاع مشهور قوي او ممكن تلاقي كتبته من غير ما اختصره او تلاقي كتاب كاتبه من غير ما اختصره. اكسترا اوكلر ماسل في ليميتيشن في اكسترا اوكلر ماسل موتيليتي ليميتيشن لحركه العضلات. حاجه كمان هو التيلو كبسول ده مش مكمل ورا العين من ورا؟ مش التيلو ده مكمل ورا العين؟ طب لما يورم التيلو كبسول ده من ورا هيعمل ايه في الحبايه كلها؟ هيزقها يجي له بروتوزز بحوز. ثانيه واحده
بروكتوزس از نوت فاوند ان اندوكسال ماين ليميتيشن اوف اكسترا اوكلر ماسل موتيليتي نوت فاوند ان اندوكسال ماين واي فينوم كبسول نوت افكتد ان اندوكسال ماين ملاحظه خلي بالك اهو there is no proptosis or limitation in extraocular motility in endoxal mites as sternum capsule not affected. MCQ يقول لك ايه اللي ديفرنشيت اندو من بان؟ هل اللي ديفرنشيت اندو من بان وجود يلو ريفلكس صديد داخل العين؟ طب ما دي صديد داخل العين ودي صديد داخل العين. لكن اللي ديفرنشيت ان البان فيها limitation in motility وفيها proptosis ده بيقول عليها signs of sternum capsule affection. صعب يا ولاد الكلام ده ولا الدنيا لذيذة؟ ها لذيذ او تاني بروتوز ليه بقى كويس يعني طب ما تسالين يا بعض خالص كده الدين الكبسول اللي كان من ورا العين يا دكتوره صار كان لما يورم من ورا العين ورم هيتم مش 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 الانفلاميشن ده قديم وكده فيعمل ايه الحبايه كلها كده هي دي بتاعته خدتي بالك ازاي في مشكله طيب يبقى كده ده كلينيكال بيكتشر كفيت مصير انفراد مغلي اول حاجه اتروفيا والله تاني حاجة spread of infection يروح للمخ ويعمل cavernous sinus thrombosis وmeningitis وencephalitis ومش الاوبتيك نيرف ده يكمل حد المخ جوه ممكن والاحتمال يعني احتمال مثلا 30% ممكن ياخد نفسه كده ويطلع المخ meningitis وencephalitis المخروب يسمع او يعمل cavernous sinus thrombosis انت عارف ان العين عامله venous syringe vein في cavernous sinus استني بس انا هنا جبت سيره العين خف تعال لك من المرجحه هنا خالص يعني تتكلم في الانو سمايتس ممكن يخف لكن في البان لا عشان كده العلاج هنا قطعا وحتما ولا بد كبزريج تفريغ ما عندناش حلول ثانيه طيب هنا في ملاحظتين بيجوا في الام اس كيو الملاحظه الاولانيه ان الانو كريشن كونترا انديكيت اقول ثاني ليه بقى؟ ما انا هقول اهو مش انا عندي انا وريت عمليه الانفليشن والريفيزيشن دي طبعا ما بقاش فاهمها بس هنشرح مره بس عشان خاطر في الاخر ايه اللي خايف ان غلط دلوقتي مع ان بيخافوا الولاد يعني مش البنات اجيال بقت مختلفه خالص انا فاكر ده انا في الكليه انا في البكالوريوس كنا بندرس البطنه دي في البكالوريوس كان ليا واحد زميلتي والله العظيم كل ما نيجي نخش نشوف حاله واسع كده ثواني كده صحه صحه يا حبيبي هم اللي جايبين لنا حاجه طيب الكليشن يعني كده تيجي بالمقص تقطع الاوبتيك نيرف من مخاليفه وتشيل العين بقى خلاص تطلع انت في اخر عمليه ان شاء الله هتطلع في اخر عمليه بكوره حلوه كده تاخدها بقى تلعب بيها ده اسمه انكليشن بالعربي يعني استئصال صحيح لكن ايه ديزريشن يعني ايه ديزريشن يعني العين اهي برضه نفس العين اهي اهي انا هفتح الكورنيا دي الكاب الغطا ده والعين بقى جواها ايه حاجات حلوه كده وكيليا ريبودي وفيدراس صديق بقى كمان دلوقتي بقى صديق ولينس الصلاه على النبي كده تجيب معلقه تشيل الكلام ده كله معلقه عن بق حاجه شبه المعلقه آلة شبه المعلقه تشيل الكلام ده كله وتنضف بقى كده اسمه تفريغ كاني بفتح كرات انفليشن ممنوع ليه بقى؟ وانا لما اعمل انفليشن هنا يبقى انا هتبقى على مين؟ على الاوبتيك ايه؟ نيرف. الاوبتيك نيرف ده له شيز حواليه. صح؟ الشيز ده المفروض انه كان لاحم مع العين من ورا. يعني السب اركنويد سبيس اللي واصله للمخ مقفوله ولا مفتوحه؟ في الوضع العادي مقفول. مقفول؟ صح؟ دراعي ده دلوقتي هو لاحم مع الجاكيت ده ولا البلوفر ده. الجنكشن ما بينهم مقفوله صح؟ طيب لو انا قصيت دلوقتي الاوبتيك نيرف السبيس دي دلوقتي اخبارها ايه؟ هروح يعني الانفكشن بنسبه كام في الميه هيروح المخ؟ 2000% هو كان ممكن يروح المخ بنسبه 30% في الميه ممكن يروح بس دلوقتي اصبحت النسبه 3000% 4000% فيقول لك الانكليشن ممنوع لان الاوبتيك نيرف از كات ديورنج ذا اوبريشن and this will lead to spread of infection through subarachnoid space and meninges around the optic nerve الى مين يا جماعه؟ الى المخ. بالعربي يعني ايه؟ بالعربي يعني في اغطيه جايه من المخ مغطيه الاوبتيك نيرف. الاغطيه دي والعين في مكانها او الاستيريا في مكانها مقفوله. ففرصه السبريد ما زالت قليله 30 40%.
لكن عشان تقطع لي الاوبتيك نيرف وتفتح لي الشيسز ديت ففرصه السبريد اصبحت 100%. طبعا ده فعلا يبقى تعمل انكليشن ولا ابيزريشن اوعى تقول انكليشن. طب ليه ما كانتش كونتراندكيت في ال وكونترا انديكيت في الاندوكس مايكس يا صديقي؟ اه طبعا واحنا في الاندوكس مايكس بنعمل انفليشن ولا انفليشن؟ انفليشن وكونترا انديكيت ان انا اعمل انفليشن هي هي بالظبط. طب تمام في ملاحظه كمان فوق منها بقى انا فوتها ركزي بقى بيقول لك انه بيقول لك الدكتوره دينا ايه؟ بيقول لك السيمباثيتيك اوف سمايتس نادرا او يمكن ما بتحصلش في الاندوكس مايكس. الله واحنا عارفين يعني ايه سيمباثيتيك اوبسامايت. سيمباثيتيك اوبسامايت ده مرض نادر جدا جدا يعني العين تتعب قوي فتقوم العين الثانيه بعد شويه رخره تلتهب وتتعب. جميل خالص عين تتعب وتلتهب فتقوم العين الثانيه تتعب وتلتهب بعد شويه. هم مش فاهم يعني انا هحكي كده كده مش لاقي في الكتابه الكلام ده انا قريته في اخر فصل فمش مشكله اسمعيني. فهم يعني اكتر نظريه مقبوله لتفسير الكلام ده ايه؟ ان لما عين بتتعب قوي مرض شديد يعني خبطه جامده مثلا او انفلاميشن شديد بيقولوا كده بيقولوا ان يمكن شويه من اليوبيا البيجمنت بتاعت اليوبيا تخش تيار الدم. فتيار الدم جهاز المناعه الجلدي فيهاجم اليوبيا البيجمنت دي. هو ما بيبقاش عارف بقى اللي جات له من اليمين ولا من الايه؟ من الشمال فبيتوكل على الله بيهاجمه من الايه؟ الاثنين. فهمت؟ العين اليمين تعبانه فالشمال بعد شويه هتتعب. الشمال مش عارف خالص طب ايه اللي حصل؟ قالوا ان العين اليمين البيجمنت اللي فيها بتطلع على طيار الدم فجهاز المناعة الجلدي انه يروح يهاجم اليمين وكمان الشمال اللي هو مش عارف هي جايه منين البيجمنت دي. دي اسمه سمباثيتيك اوفثالمايتس. طب اوفثالمايتس انتهى العين سمباثيتيك دي مش سمباثيتيك نيرفس سيستم ولا مرض سمباثيتيك. سمباثيتيك يعني تعاطف فيه سمباثي تعاطف تعاطف لوحده مش كفايه برع ولو بنقطه. طب تمام سمباثيتيك اوفثالمايتس ادي واحد. ايه اللي بيحصل في البان؟ ركزي بقى. البان ده صديق داخل العين. صديق داخل العين. يعني بيعمل ايه في اليوبيا البيجمنت؟ بيخليها ولا بيكسر ابوها؟ بيكسرها. يبقى في فرصه ان تحصل اصلا الفيلم ده من الاول؟ اجابه لا. يوبيا مكتوب كده ان اليوبيا البيجمنت از ديسترويد ديورينج بانكس مايت. اثناء المرض ده اليوبيا البيجمنت ديسترويد. وطالما هي ديسترويد يبقى السمباثيتيك لا يمكن ان تحدث. خلاص؟ يبقى انت ممكن تكتب فوق في الصفحه من الاخر فوق خالص كده بس مؤقتا كده يعني ان سمباثيتيك اوبسامايتس. انا هقول انا مش مرتب كلام اقوله فهقوله وانت اكتبه خلاص اللي هقوله. تكتبي كده ان سمباثيتيك اوبسامايتس كوزد باي انتري اوف يوبيال بيجمنت انسايد بلاد. اكتبي بس انت كده. يعني ايه؟ يعني المرض نفسه سببه انتري اوف يوبيال بيجمنت الى البلاد. وبالتالي انت فهمت الملاحظه. طالما هي سببها دخول بيجمنت للدم وطالما المرض بيكسر البيجمنت يبقى مستحيل ان السمباثيتيك اوف سمايتس تحصل. بما ان السمباثيتيك اوف سمايتس سببها انتري اوف يوبيا بيجمنت ان بلاد وبما ان البان اوف سمايتس ديستروي اليوبيا بيجمنت اذا سمباثيتيك اوف سمايتس نيفر او رير انها تكير في حالات البان اوف سمايتس. فاهم الصعبه ديت؟ عندنا بعد كده نقطه اسمها اوبريشن اوف ايريس عمليات على الايريس. تاخد ريست شويه؟ ناخد ريست شويه طول النهار يا عم ناخد ريست شويه. هديكوا لسه اهو حد يجيب مذكره مفرقوا على الولد ده حد يجيب مذكره مرفوع على الولد ده كتاب او مذكره ان شاء الله الناس بتوع راوند الرابع هياخدوا بكره الساعه 2 ان شاء الله الناس بتوع راوند 4 هياخدوا بكره الساعه 2 ايه رايك في الصوره الجميله دي؟ ان شاء الله ايه رايك في الصوره الحلوه دي؟ لو عايزين تغيروا امامكم اماكنكم على فكره اماكن كتير جدا انا مش عارف انتوا مصرين على ورا ليه في اماكن كتير جدا هنا ايه رايك؟ جميل خالص اهو عينه اصلا بتبص فيها صفرة يعني صغير هو مكتوب اندو اندو او بان يعني انا ما اعرفش برضه قوي يعني احنا ما فحصناش حركه العين ما فحصناش الجحوظ بس يعني القصه يعني ماشي عليها. تعال نتفرج على فيديو الانكريشن وفيديو الانفيزريشن عشان نبقى فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. نعم نعم مطلوب ايه مني؟ بلاش بلاش بتبقوا مش فاهمين والله الفرق بينهم يعني انا عارف ان انتوا بتطلعوا مش فاهمين الفرق بينهم فانا اوريهم لكم يعني اعمل شوفوا ايه اكسب فيكم.
ده دكتور حقير بيعمل عملية. لا هقول لك ليه حقير في آخر العملية. الراجل هتشوف هو يعمل إيه دلوقتي. طب المقص بيقص من أول أوبتيك نيرف. فالراجل بقى على الحقارة اللي هيعملها دلوقتي. ليه سعيد جدا في آخر العملية؟ أرحم بنفسه. الكاميرا بتصوره وهو مبسوط خالص. ده مروق مفروض مريض بيشن يعني. بص بقى السعادة الباقية اللي هيعيش فيها. لا لا مش دي المشكلة بص. مبسوط قوي بيبقى بقى العين دي كده ايه نقليشن ولا انفيزريشن؟ مش هنطول بس عشان ما حدش يغمض عليه. نشوف الانفيزريشن بقى. انفيزريشن ما حدش بيغمض عليه ولا الكلام ده لبس ولا لبس احس ان في اي حاجه. طيب تمام حضرتك دي عين طبعا واضح انها فيها التهاب شديد جدا. دي الكورنيا اهو بيجزاها الاول يعني الكاب اللي فوق هيتقصر. بس خلي كل ده بقى ما تتقلقوش. خلاص ادي الكاب هيتشال اهو. هتتقال الكيس. جميلة الكشف. يلا دي الخطوة الجاية هجيب معلقة ويبدأ ينظف الكلام ده يطلع الهريم. هتلاقي الفيديوهات دي مرفوعة على الجروب بتاعت الكورس. مش في المعنى. ايوه الخطوه دي مهمه بقى. هو بعد ما شال العين دلوقتي الدنيا فاضيه صح؟ هيجيب دلوقتي كوره من ماده الاكريليك وبيقطع فيها عشان يحضرها للكوره. لما هيحطها ويخيطها عشان يتحط بعد كده عليها العين الصناعيه حته بلاستيك. فاهمين قصدي ايه؟ هيحط بقى كوره دلوقتي. الكوره دي بنفس العمليه. الكوره دي تملى الحيز. مش الحيز بقى فاضي دلوقتي؟ تملاه. ويقعد يخيط الاسكليره المتبقيه على الكوره دي بحيث لما العين تبدا تهدى بقى خلاص خالص يبدا العين يلبس البلاستيكه بتاعته فوق الكوره دي عشان يتخدع الناس ان هو عنده ايه؟ عنده عين قال يعني بيخيط بقى كده بيقطع الكوره. الكوره دي لما بتقريها في الكتاب اللي هي مكتوبه اوربتال الامبلانت مش انت بتقراها كده؟ اوربتال الامبلانت دي كوره اللي هي بتعمل لها الحيز. ماشي افهموا بعدين اسلمكم شويه. مش باينه الكوره؟ شفت الكوره وهي بتنزل؟ احنا في رمض بنبقى قلقانين من ايه واحنا شغالين على بني ادم زي يعني بني ادم مش زي يعني بني ادم كلمه خايفين احنا واحنا شغالين نعور حاجه في العين بتاع انت بتخاف من حاجه هنا؟ برجلك كده يلا حد يجيب لي ورق بيضه عندنا عمليتين حد يجيب لي ورق بيضه او خضراء او اي حاجه دلوقتي يا عم حد يجيب ورق خلينا نخلص يا عم ان شاء الله لما جميع العامه هتاخد يوم السبت باذن الله كلها لا راوند رمض هياخد بكره الساعه 2 راوند 4 محدش بقى هنا يكون اسمه ب ولا الف ولا وريه يقول لي ايه هنيجي بكره الساعه 2 ليه بكره الجمعه واخد بالك ازاي يعني بيحك على الاعتراض الهيب والواو والكلام لا ما تعترضيش بالله عليك بالله عليك بس عشان خاطر ايه انا ما اعرفش لحد دلوقتي احنا بنحب الحمد لله كلنا بس انا ما اعرفش لحد دلوقتي ان احنا ماشي فما نعرفش بقى يعني عشان بس ما نجيش نتزنق وخلاص انا الله نفسي مش عارف اصلا يعني هو فكر ان انا يعني خلاص اعصابي ايه حلو كده قوي نجحت في النظري وبعدين ايه المهم يعني بس هناخد يوم الجمعه ان شاء الله بتوع الراوند بتوع الراوند ناس هناخد السبت المجموعه العامه لا 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 مش هناخد السبت المجموعه العامه ان شاء الله تاخد يوم السبت بحيث ان بقيه الاسبوع الجاي غالبا هيبقى اجازه عشان ما يبقاش بس عادي يعني ماشي هناخد السبت 11 ونص او واحده 11 ونص او واحده حمدي عنده واحده اللي في الراوند عند حمدي عنده واحده
11 ونص يعني قبل حمدي، وواحده اللي مش هيبقى عنده الدكتور حمدي ماشي، والمجموعه ايه المتاخره تاخد الساعه 2 ونص. ولا ناخد بدري؟ لا 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 2 ونص مش هتبقى متاخره. ما ناخد 10 وخلاص. لا 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 10 ها؟ اه وناخد 10 خلاص، والمجموعه المتاخره ناخد 10 كمان اروح انا بدري. خلاص؟ تيجوا بقى ليه؟ بالنسبه لمجموعه حضرتك اللي متقدمه دي، تيجوا لان الحصه الجايه انا في ضغط جاي اسمه البيوبل، انا هفوته البيوبل ده. هفوته هبدا بجلوكوما. الجلوكوما ضغطه صعب فبدايته صعبه. لازم تفهم بدايته، انا ماليش دعوه، تيجي دي ان شاء الله. مو الاسبوع الجاي هيبقى غالبا احنا هنتكلم الاسبوع الجاي. ممكن انت بس ثانية واحدة معلش انا بس عايز اشوف على حاجة. انا اسف والله انا مش انا ما كنتش عايز انجح في النظر، هم اللي لمحوني اعمل ايه. انا والله ما كنت متخيل ان انا انجح، يعني انا قلت هذاكر وسقطوني النظر المرة دي وادخل نظر المرة الجاية. المرة الجاية هتبقى في اخر شهر 6 يعني ان شاء الله انا غالبا هقعد اخر شهر 6 يا عبدول يعني هو خلصنا. معلش انا جاي مش هتحصل تاني يعني. نعم؟ مش هتعيش لا ادريك ما انا لو كنت خلاص بركه يعني هقول لهم لا نقفل علينا وخلاص مش هنشد اعصابنا. بص يا سيدي اللي حضرتك ادي الايرس ادي الايرس في عندي عمليتين في الايرس. ده اروح اعمل كده بصي كده احداث خرم داخل الايرس ايرودوتومي عارف يتخفوا يسالوا الكلام ده. وفي عمليه ثانيه اسمها كده ادي الايرس استئصال جزء من الايرس ايريديكتومي. ما الفرق ما بين ايرودوتومي وايريديكتومي؟ ايرودوتومي ميكنج ان انسيجن او هول انسايد الايرس، ويبقى منطقي ان انت تعمل خرم في الايرس ده هيكون يا اما ليزر يا اما سيرجري. مش انا ممكن بالمشرط اغز الايرس؟ مش ممكن انا بالمشرط شكرا اغز الايرس او بالليزر اللي هو الياج ليزر. لكن ايريديكتومي مالهاش حل. ايريديكتومي بالليزر انت عايز تطلع من العين وانت خارج بحته، تمسك حته في ايدك كده تخرج بيها. يبقى الايريديكتومي دي لازم تبقى ايه؟ تبقى جراحه. في مشكله في اللي انا قلته؟ نبدا بالايريديكتومي. ايريديكتومي معناها ريموفال اوف بارت اوف ايريس، استئصال جزء من الايريس. ده ثلاث انواع. خليكم معايا يا جماعه بس تعالوا القضيه اللي تيجي عليك كده في وسط الحته مش عارف ليه. دي حاجه كويسه يعني من دواعي الثروه. قال لك والله انا عندي حاجه اسمها بريفرال ايريديكتومي. خلي بالك عشان القصه ده بتخبط شويه. ايه بريفرال ايريديكتومي؟ ان ادي الايرس اهو وادي البيوبل اهي. بريفرال ايريديكتومي ان انا اقص حته كده في طرف الايرس. بريفرال ريموفال اوف بارت بايرس بعيد نير السيريالي رود بعيد. دي ليها مشكله؟ انت تعمل البريفرال ايريديكتومي ليه على الطرف؟ ساعات بيسموها باطن هول زي ما تكون زرار. الحقيقه ان بنعمل الكلام ده في الجلوكوما. بليز اكتبي جنب الكلوز لانج الجلوكوما كتير مهم. بليز كتير مهم. ومش هنعرف نشرح فيها اي حاجه خالص. لان احنا لازم نكون خدنا الجلوكوما عشان تفهم اللي مكتوب ده. فاهمه؟ هنأجل الكلام ده. ثانيه واحده. يعني انا لو عندي كلوز لانج الجلوكوما من ضمن العلاج ان انا اعمل ايريديكتومي. خلاص؟ ايه كمان؟ كخطوه لا تتجزا في عمليه الجلوكوما انا بعمل ايريديكتومي. مش فاهم حاجه. يعني لو هو عنده نوع الجلوكوما اللي اسمه كلوزد انجل انا بعمله ايريديكتومي. ولو عنده اي جلوكوما ثانيه لاي سبب وبما فيها كلوزد انجل برضه وعايز اخش اعمله عمليه بريليمينري ستيب. بريليمينري ستيب يعني خطوه اساسيه ان انا اعمله ايريديكتومي. برضه حضرتك مش هتفهمها، يا ريت تعمل عليهم الاثنين عملت استفهام دلوقتي، هنفهم الكلام ده في الجلوكوما ان شاء الله. المهم ان في حاجه اسمها بريفرال ايريديكتومي. المهم ان في حاجه اسمها بريفرال ايه؟ ايريديكتومي. بنعملها في ايه كده؟ جنرال سبيكنج كده جلاكوبين. جميل جدا. في حاجه اسمها فيجوال ايريديكتومي. جميل جدا. ايه فيجوال ايريديكتومي؟ دلوقتي ادي الايريس وادي البيوبل. طيب لو انا عندي مرض خليك معايا لو انا عندي مرض في نص الكورنيا هنا كده او في نص اللينز. انت عارف ان الكورنيا قدام الايريس واللينز وراه. لو انا عندي مرض في النص كده في اشعه قادره تخش من اليوبل فانا افتح شباك نافذه تيار منها العيان. ازاي بقى؟ يبقى بتنطلع هنا كده الحاجه. اروح جاي قاصص الايرس
عند البيوبل، عند البيوبل اللي بندر عامل له كده، عامل فت، عامل كده اهو، بحيث ان الحاجه واقفه اهي بس النور داخل منين؟ من جنبها. مش هيشوف طبعا 100% لان الاشعه مش جايه على مركز الابصار في الشبكيه، معلش بس هيشوف. فيجوال ايريديكتومي از اوبسوليت، يعني ما عادش بتتعمل، حرك. ما هو اصل لو المشكله في القرنيه ربنا كرمنا دلوقتي حاجه اسمها كيراتو بلاستي، ولو المشكله في عدسه العين ربنا كرمنا دلوقتي حاجه اسمها كاتراكت اكستراكشن اند اي او ال وعدسه صناعيه، فعشان كده اوبسوليت. لكن في شيء اسمه فيجوال ايريديكتومي، فيجوال ايريديكتومي الهدف منه ان احنا ايه؟ نشوف. الهدف منه ان احنا نشوف. طب امتى نعمله؟ لو في اوباسيتي ان ذا سنتر بتاع الكورنيا وبتاع اللينز. سنترال سمول سنترال اوباسيتي ان ذا كورنيا اور ان ذا لينز. صعبه؟ في حاجه اسمها انديزايند ايريديكتومي. اساليني انا. حاجه اسمها انديزايند ايريديكتومي. انديزايند يعني لها شكل محدد ولا شيل على البركه؟ شيل على البركه. شيل يا راجل على البركه. يعني لو في تيومر في الايرس اقعد اقول والله طب اشيل الحته دي واسيب الحته دي؟ يعني مش شيل يا عم الايرس كله، عم الايرس فورم بودي ولازق في حته معينه في الايرس. واحد دخل عينه رايش او جسم غريب رايش، عارفين كلمه رايش دي ولا مش عارفينها؟ جارد سيتي جارد الدنيا مظاهر، مظاهر خداعة كلها. طيب يقول لك فين الشوكه والسكينه وهي في بيتها بتاكل الرز كده كده فين الشوكه والسكينه؟ المهم يا عم الحاج رايش ده اللي هو الناس اللي هي صناعيه يا جماعه، معلش الناس اللي هي صناعيه لما بتيجي تدقدق على الحديد ممكن الحديد تطير منه حته، دي بيسموها رايش فورم بودي يعني. وهو بيدقدق كده خلي بالك الحته اللي هتطير دي هتطير بسرعه جامده وبطيئه جامده جدا، ممكن تنط في عينه تخرمها له وتخش جوه عينه كمان. فلو في فورم بودي لازق على الايرس اقعد اقول بقى معلش ده نشيل الحته دي نشيل الحته دي، مطرح ما الفورم بودي موجود فين؟ على البرق. خدت بالك ده انديزاين. طب تمام عندي كارثه اخلاقيه في المنطقه دي، عندي حته هنا رخمه. ديفرنشال دايجنوز اوف ايريديكتوم مكتوب عليها مهمه، مكتوب عامل خبطه في الامتحان مره من الامتحان. بص بقى يا ستي دلوقتي ركز بس معايا خالص ونبص في الحته اللي صعبه. انا خلاص اعتبريني خلصت الحصه خلاص، بس اديني بس اديني فرصتي دلوقتي. انا لما ببص في عين اي حد منكم يا دكتوره لينا بنشوف لون عينه الجميل، الايرس بتاعته الجميله مثلا ازرق مثلا يعني، وبنشوف في العين المجرده نقطتين نقطه سوداء. ايوه اللي هي ايه النقطه السوداء في النص؟ ال بي يو بي. هو بيقول لك انت تبص في عين حد وتشوفي اثنين نقطه سوداء. انت تبص يعني مثلا بتاع الايريديكتومي ده لما تبص في عيني هتشوف النقطه السوداء اللي في النص اللي هي بتاعت البيوبل، والنقطه السوداء الثانيه بتاعت مين؟ الايريديكتومي. طيب برضه بتاع الايريديكتومي ده هو نفسه لو عرضتيه بقى لاضاءه شديده الشباك اللي في النص بتاع البيوبل يديني لون احمر، والشباك برضه اللي على الطرف يديني لون احمر، يبقى عنده كام ريد ريفليكس؟ اثنين. مين الناس الثانيه اللي لو بصيتي في عينه هتلاقي نقطتين سوداء؟ طيب اول واحد اسمه ايريدو دياليسيس. ايوه لو قعدنا نولد جنب الايريدو دياليسيس ده مش هفهمه لكم. الحل الوحيد في البتاع ده عشان انا ايه اعصابي مش هتتخفل ان انا اقعد اناهد معاه. ده عنده ايه؟ ده عامل له ايه ده؟ ده الجيوب بتاعه بيقول لك احنا في ضغط التوسيع وعامل له ايه فوق كده؟ قطع. هو اسمه ايه القطع ده؟ مش فاضي ولا بريكول ولا ديزاين؟ بريكول. اه وواضح ان احنا مع رمضان نور في لون باي احمر جميل قوي ولون باي احمر جميل قوي. احمر دي اصل انت احمر بتاعتكم دي يعني احمر في قله النادي الاهلي. احمر دي يعني باي احمر يا جماعه يعني هو ده يمشي اورنج يا عم حلو جميل باي احمر جميل قوي فيه حمار جميل تمام؟ دي ايديدو دايز. ايديدو دايز يعني خايف وانا خطة بس الخطة دي بلانت يعني بوكس جامد كده مش لازم بوكس شومه واخده بالك بلانك تروما ايوه حاطه جامده يعني مش بتهزري مع صاحبتك هنديكي البتاع كده هيعمل لك ايريدو شومه جنزير خناقات تمام. فقوم الخطه الجامده لحد اللحظه عملت ايه؟ شالت الايريس. الايريس كانت ماسكه في السيليري بودي هنا صح؟ اتفصلت صح؟
ده من وراها بدا يظهر طرف مين اللينس ده اسمه ايريد ودياليسيس هي دياليسيس يعني مش تحلل كان الايريس فكت او اتحللت من مكانها ولما الايريس تفك وتتحلل من مكانها وتريح البيول هتبقى مدوره ولا في الحته اللي ريحت عليها دي مش هتبقى مدوره مش هتبقى مدوره فالبيول في الاخر بتاخد الشكل ده كده عارفه ايه ده يا جماعه دي شيء طب بس ثانيه افتح النور كده ثانيه الراجل ده لما تيجي تبص في عينه هتلاقي فيها نقطه سوداء البيوبل والحته اللي ريحت منها الايرس وتلاقي كامله ريفلكس اثنين طب ايه الفرق بينه وبين بتاع الايريديكتومي الدي شيب بيوبل صح وايه كمان بتاع الايريديكتومي عامل عمليه مش مهندس بتاع العمليه عند بتاع الايريديكتومي عامل عمليه مكتوب عندك ايريدو دايلز مكتوب عندك ايريدو دايلز بص بقى ومكتوب جنبها دبل ريفلكس اكتب جنبها دي شيب بيوبل واكتب جنبها تبلوبيا هناخد الكلام ده في اخر فقره المنهج بس اكتبي عشان تعرف ان ربنا بيحب بلد الصغرات عليك الحمد لله يعني ده ربنا بيتكلمنا اخر مره هي اسمها ايريدو دياليسيس يا بعض يا بعض ايريدو دياليسيس عندها كامل ريفلكس دبل شكل البيوبل دي اللي عندي شوف الحاجه اثنين دبلوبيا كله دي ربنا يحبك الحمد لله يعني قايلين لك جوه الشغل ولا بره الشغل ولا بتاع قايلين ربنا كلمنا بيها من غير حاجه خالص ايريدو دياليسيس دي شيبد بيومن دبل ريد ريفلكس ازدواج ازدواج ليه؟ ازدواج ليه؟ مفيش شعاع داخل من هنا في شعاع داخل من هنا الحته دي واضحه جدا صورتها والحته دي مش واضحه مش حاجه ليه؟ ايه المشكله؟ ليه دي شيبد؟ فكر داعي لنفس الكتب اللي هنا تدقيق دلوقتي البيومن كانت مدوره والايرس فكت من هنا كده وهتريح على دي كده خدناها مدوره ولا هتزقها شويه هتزقها دي مش هتبقى مدوره صح بمعنى ان في ناحيه اكيد اللي هي سليمه مدوره وناحيه مش مدوره 100% يعني هتطلع مره بس دي شيء الصوره هنا جايبها تيبيكال في صوره ثانيه ما تبقاش دي يعني دي كده يعني المهم ان فقره تطوير خلاص ادي اول حاجه بتتشابه مع الايديكتومي ثاني حاجه اسمها كولوبوما كولوبوما مش كولوباميا لا خالص كولوباميا دي معناها ايه؟ كولوباميا كولوبوما دي معناها ايه؟ خدناها وحياتكم كولوبوما يعني جزء ديفكتيف يعني جزء مش موجود خدناه في الليدي دي كولوبوما للايرس احنا قلنا ان في نوع من الايريديكتومي اسمه ايه؟ فيجوال صح؟ ساعات ربنا يخلق البني ادم شكله كده بالظبط يا نهار ابيض هي دي على فكره بالظبط شكل بعض تقريبا شكل بعض تقريبا بس في فرق دقيق جدا فرق خفيف خالص في حاجه ربنا بيخلقها حوالين البيبيلا دي بورده حاجه مرتفعه اسمها كولا ريت الكولا ريت ده لما بيبقى فيه كولوجوما بيدان موجود يعني ربنا بيخلقه برضه يعني هي بس حته ما اتخلقتش من الايرس حته ديفكت لكن لسه فيه كولا ريت لكن لما انت حضرتك تيجي تقص هتعمل ايه الكولوريتم؟ هتقص يا ابوه عشان كده الكتاب كاتب جنب كولوبوما اوف ايريس كومبليت كولوريتم اللي بتقعدوا تسالوني فيها فركزي من الاول عشان ما نقعدش طول السنه نسال فيها كومبليت كولوريتم مكتمل في حاله مين؟ الكولوبوما الكونجينيتال لكن في حاله الفيجوال ايريكتومي مقطوع في برضه كاسه ثانيه تتشابه معايا ركزي خالص بقى انا عندي ورم اسمه الميلانوما سمعتوا عنه والميلانوما ده لونه ايه اخضر ابيض اسود 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 بني جميل جميل انت عينك زرق بعد الشر عليك وانا ببص في عينك كده لقيت المنتظر اسود وحته كمان سودا على الطرف بتاعت الايه الميلانوما فانا يجي في دماغي ان دي ايريديكتومي او يجي في دماغي ان دي ايريدو دياليسيس ايه الفرق ايه الفرق اقول لكم تاني وجه الشبه هي في نقطه سودا فوق اهي فانا لما ببص كده لقيت ان هني اسود والطرف كمان اسود فتهيالي كده ان هنا في خرم يا عم حد يقول الفرق عن يا عم حد يقول الفرق هو ده خرم عن حد يعني في ريد ريفلكس هنا الاجابه لا مكتوب نو ريد ريفلكس نو ريد ونو ريد بلوكي ونو كل حاجه وطبعا الميلانوما مديه مانيفستيشن ثانيه
يعني ما تبقاش انت احمق يعني لحت لحمه صادق والعين فيها انفلاميشن وورم كده. في حاجه اسمها ريتروفليكشن فاكسيلا ما اقدرش اقول اكتر من كده. نقول تاني يبقى ايه الحاجات اللي هتتشابه مع الايريدكتومي؟ لا اقول لك انا لا لا اقول لك انا حاجات كونجينيتال تروماتيك نيوبلاست فل كونجينيتال كولوبوم تروماتيك ايريدو دياليسيس نيوبلاستيك ميلانوما فاهمه؟ طيب ايريدوتومي ايه الفرق بين ايريدكتومي وايريدوتومي؟ يلا ايه الفرق بين ايريدكتومي وايريدوتومي؟ ايريدوتومي باي ديفينيشن ميكينج ان انسيجن ان ذا ايريس وده يا سيزر سيزر جراح يعني يا ليزر سيزر يا ليزر. خلينا ناخد الليزر الاول سهل. الليزر بيتعمل في حالات الليزر ده الليزر ايريدوتومي بيتعمل في حاجات او في حالات الجلوكوما ايوه بديل لمين؟ الايريدكتومي مش الايريدكتومي بتعمل في الجلوكوما ده بيتعمل بس بديل ليه؟ يعني بدل ما اقطع حته بالليزر اخرى وعملناها في الايريس بومباي عملناها في البومباي مكتوبه اهو في المذكره هتلاقي كتاب مش كاتبها هتلاقي كتاب كاتب بيوبيلر بلوك اكتبي جنبها ايريس بومباي يا بتوع الكتاب ما هو الايريس بومباي ده يعتبر بيوبيلر ايه؟ بلوك من البيوب المسدود ولما بنيجي نخرج بالليزر بنستعمل ليزر اسمه ايه؟ يلا ياك او ارجون كلمه او ارجون دي بتلخص الطلبه الارجون يا جماعه هنا عشان خاطر يموت التشو ومن ثم يعقبه اختراق هذه التشو بواسطه حد فاهم انا بقول ايه؟ طب تمام طب ايه حكايه السيزر ايرودوتومي بقى؟ حد يجيب ورقه تاني معلش بس بسرعه خالص ونجيب قلب مسنون انا مش نون ده عشان ما اعرفش ده ايه طب خلاص ما تجيبوش حاجه حبيبي بقى يا اولاد انا اشرح منكم شاكرين يا باشا طيب مختار في عندي في السيرجيكال ايريدوتومي حاجتين حاجه اسمها فيرهوف معلش تفاصيل ماليش فيها بقى بس هعمل ايه ساعات لما بنيجي نعمل عمليه العيان جوه عينه يطلع العيان بعد العمليه البيوب بتاعته مرحله فوق كده ما بيشوفش مرحله فوق من كتر دخولنا وخروجنا من الالات الاناتومي ديستورد فكده مفيش ضوء بيخش من هنا تعمل له ايه؟ تروح جاي قصص له قصه قصص له قصه هنا تحت كده عند الساعه 6 العين ستة ستة وخمسة يعني العين متقسمه تعال اللي فوق 12 وعين 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ماشي؟ فاحنا هنقص عند الساعة 6 تحت يعني. بس خلاص. ثانية واحدة أنا راح أعمل كده. هو أنا شلت حاجة مطالع جنوبي؟ يبقى دي أيروزوتومي. حد بقى نصيح ويعني يعني إيه؟ يقول لي بقى القصة دي إزاي هتعمل لي فتحة؟ في حاجة اسمها سفنكتر. ماشية كده صح؟ انا يا دوبك عملت كده العضلتين مع الجناب يعملوا فيها ايه؟ هيوسعوه يعني يا دوبك بس كده القصه بتاعتها هي متوسعه. ففي الحاله دي انا استفدت في الاخر ان العيان بيشوف ولا ما بيشوفش؟ ادي اسمها فيرهوف. فيرهوف بتتعمل في حالات الدرون اب بيوبل. الدوب اللي مشدوده لفوق. ارسمي ام الرسمه دي. كده عشان مش الحته دي ان شاء الله انا عارف ان انت مش مذاكريها اساسا. الدوب المشدوده لفوق. وان انت عملت لها بقى قصه كده في عملات الفتحه الجميله فيرجو. في حاجه كتاب الاسم كمان كاتبها بس مش في المنطقه دي كاتبها قبل كده يعني عشان خاطر الناس اللي زعلانه ان انا مفوت حاجات. بيقول لك نعمل فور دوت ايرودوتومي. ممكن الكتاب كاتبها وكتب جنبها اوبسوليت. مكتوب اوبسوليت في الكتاب ولا انا بس المذاكره بقى؟ بص بقى لو في ايريس بومبي كده مش عارفين نعمل له ليزر مش الايريس عمل كده؟ انا اخش بالمشرق من الليمبوس من جنب العين. هو هو عامل كده وانا نفسي اخرج بيه خرج هو عامل كده من الناحيه دي وعامل كده من الناحيه دي صح؟ فراح داخل كده بالمشرق بص ما انا مش هعرف ما انا مش هعرف اخرج خرم واحد هو داخل عامل ايه؟ خرمين والناحيه الثانيه نفس الخرمين طلع كم خرم في الاخر؟ اربعه فور دوت اي دوت سحر ولا شعور؟ تاني هي عامله بومبي كده اهي هي عامله بومبي كده اروح على المشرق الداخل ضهر كده كده خرمين ضهر منين؟ ايوه كده خرمين كده خرمين
من اليمين راجعي قابل ايدي كده في ايرس ناحية تانية وخرمين كمان بالشمال طلعوا الخرم اربعة يفوتوا ايكوس ولا لا يفوتوا نادرا جدا ما بلجأ الكلام لان انا عندي حاجة اسمها رياج ليزر ايه ايروزوم نادرا جدا والكتاب اللي كتبها من شوية كتب دلوقتي جنبها ايه اوبسولي خد يا ست القلم اهو نهاية الكلام حاجة اسمها اتروفيا بلباي وسايسس بلباي اتروفيا بلباي يعني العين مش مغمرة ما ينفعش نفوت حاجة ده الاسبوع البواقي والفضل دلوقتي ادي عين حضرتك ربنا يبارك لك فيه لو عينك عملت كده اهو يبقى انت اتروفيا لو عينك عملت كده اهو حرام والله العظيم يا اخي البطه وحش البطه وحش طيب تمام اتروفيا والله طب والله العظيم عمل ايه؟ لا تنزل عمل على مرشح لا والله دي اسمها سايسس بالباي على فكره سايسس بالباي دي ما ينفعش تنطقي كل حروفها لاحسن هدفها فسايسس بالباي وهيبقى شكلك واحد جدا فسايسس سايسس سايسس اتروفيا بالباي احنا عندنا الصفحه دي على فكره دوران على سايسس لقينا الصفحه دي بتاعت رجلي كنا مسجلها صفحه 89 بالجنان صفحه 140 على خير الله على خير الله معلش معلش قال ايه الفرق بين المنظر ده والمنظر ده؟ اتروفيا بالباي شرانكن اورجانيز ما زالت محتفظه بشكلها سايسز من اسمها الملخبط شرانكن ديس اورجانيز غير محتفظه بشكلها طب ايه الكلينيكال بريزنتيشن قبل الاسباب؟ عين كشف بتشوف؟ نو بيرسبشن اوف لايت نو بي ان عين كشف وغمره ضغط عينيها كويس ولا ليل؟ هايبوتومي سوفت جلوب ضغط ليل ويقول لك العين بتبقى مربعه مربعه ازاي؟ العين ككوره العين ككوره العين ككوره وكشف ولسه كوره اهي في عضلات ماسكه فيها سوبيري ريكتا في انفيري ريكتا فيهم تون العين حاجه والعضلات حاجه وهي بقى سوفت ملبن ضغطوا عليها من فوق وتحت والميديا والنظره اللي انت ضغطوا عليها من اللجنان بقت عامله ازاي؟ كوادرانجولار مربعه ماشي؟ يعني هي الصح تترسم مش كده بقى كمان ده الصح تترسم كده بس نزلت يا ابني لما تشوفها تقول انها عين انما السايتس ملخبطه خالص ايه اللي يعمل كده؟ نبدا تاني الاول يعني ايه اتروفيا؟ شرانكن اورجانيز ايه اللي يعمل كده؟ واحد جلوكوما في مرحله متاخره سموها اتروفيا جلوكوما بي بنتريتنج دروم واحد عينه خرب سي سايكلايتس ايوه ايريدو سايكلايتس ايوه الايريدو سايكلايتس بتعمل سايكليتك ممبرين وكان بيعمل اتروفيا بلبار دي ديتاتشمنت انفصال الشبكيه حط على مش هتفهم ليه دلوقتي ايه اندو سايكلايتس وبال سايكلايتس صديق ده العين ايوه ارجع الاندو لسه شاحنين من شويه كان ممكن يعمل اتروفيا بلبار طب وفي الحاله ديت العين نو بيرسبشن اوف لايت التنشن فيري سوفت هايبوتوني وكوادرانجولار نتيجه البريشر باي اي او ام اكس روجر مصر هايبوتوني يعني نقص ضغط العين تنشن سوفت ملبن مهلبيه ده عينك المفروض تبقى محتفظه بقوامها ومحتفظه السايسز بالباي هي بالظبط بنفس الاسباب كلمه واحده الفرق اورجنايز ولا ديس اورجنايز ديس اورجنايز بيترصف فيها كالسيوم كالسيفيكيشن ماشي ان شاء الله ركزوا بس عشان ما تلخبطوش بكره الدور ده هياخد الساعه 2 يصلوا الجمعه بحبهم من بدري ايه السبب الاختلاف؟ مش هو نفس الاسباب؟ نفس الاسباب بس حاله كبير شويه يعني انت بصلايتس بس سابها فتره طويله وما تعجبش خالص يا جماعه يوم السبت ان شاء الله في